هدف عن ربع قرن لن نصل إلى النتيجة التي أردناها. ما هي النتيجة التي كان يفترض أن تنتهي في عام 1999 بإقامة دولتين، دولة فلسطين إلى جانب الدولة دولة الاحتلال الإسرائيلي حاليا التي تحتل دولة فلسطين على أرض 67. إذن المشكلة إذن في إقامة الدولة، كيف نقيم الدولة وإسرائيل لا تريد؟ نتنياهو، السؤال الآن المطروح، هل نتنياهو يريد حل الدولتين؟ طيب هل نتنياهو يريد المفاوضات؟ هو رحب بالمبادرة المصرية، هو رحب بالتسوية المصرية، هو رحب بالمفاوضات ولكن لم يرحب بحل الدولتين. نعم. فأنا أريد أن أوضح نقطة. ياريت. يعني هناك مشكلة لدى أحيانا في هناك خلط الناس بتقول إنه القيادة الفلسطينية تريد أن تتفاوض وإسرائيل تريد أن تتفاوض زي ما تفضلت أنت، إنه بيحكي بشكل واضح إنه أنا أريد، وهي فعلا تهربا من المبادرة الفرنسية التي يجمع العالم الآن على هذه المبادرة على اعتبار أن هناك مؤتمر دولي، وهذا مطلب فلسطيني خلي بالك وعربي تاريخي، يعني قديم من ثمانينات كان العرب يطالبون دائما بمؤتمر دولي، وللأسف الشديد حصلت مؤتمرات ولكنها ليست ذات جدوى لأن النتيجة لم تكن معروفة سلفا، بمعنى أن المؤتمر الدولي الذي سيعقد في باريس في نوفمبر القادم بعد الانتخابات الأمريكية بناء على طلب أمريكي أنه سيكون سلاح مهم جدا في مواجهة هذا الاحتلال. ماذا يعني؟ في هناك نتيجة، النتيجة أنه أولا يجب الاعتراف من خلال المؤتمر بإقامة حل الدولتين، هذا الأساس الأول. الأساس الثاني تحديد جدول زمني وحدود زمنية للانسحاب وليس للمفاوضات. يعني ممكن أنا أحدد معك حدود للمفاوضات لمدة مثلا سنة لكن في الآخر ما حصلناش على اتفاق، نرجع نبدأ نحدد مرة تانية ونتخانق مع بعض ونقول مفاوضات وكذا. لا لا، هذا المؤتمر يحدد نقطتين مهمين. النقطة الأولى الاتفاق على حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية 242 338 1515، قرارات كافة القرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى ذلك المبادرة العربية للسلام التي أطلقت في 2002 في لبنان في قمة بيروت، وأيضا خطة خارطة الطريق التي طرحها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في 2003. إذن نحن نتحدث عن مجموعة من القرارات الدولية بموافقة الولايات المتحدة هي التي أطلقت فكرة حل الدولتين في 2002-2003 وأطلقت المبادرة ووافقت عليها كل القوى الدولية. إذن هذا البند الأول المهم جدا في مؤتمر عملية السلام.